الآن فاصل غنائي ومع المكرم النهارده المطرب الفنان زهير أحمد في الفترة. فينك يا حبيبي يا الأيام وفينك يا حبيبي يا دنيا وقاسي الأيام وبدأ يخش بقى في الشعبيات وكانت بلاده
بالاخص بطل الريشه كتاب عندي ان هي اصلا خليط بين الفن الشرقي والاحساس الجنبي. وده احلى ما في البحر، انا بعشقه عشان المده بتبقى خاصه، ان هو جمع بين المقامات الشرقيه والاداء الشرقي مع الاحساس الجنوبي والبحه الجنوبيه. هي اللي فيها طعم كده يمكن الموسيقيين طبعا الاعزاء يعني يمكن سوري مع كل احترام الوجود يمكن يسموها طاقه الاخضر يعني. البحه الجنوبيه مع المقامات الشرقيه ليها طعم مختلف جدا عن اللي بنسمع مده بشكل بحت. مده بشكل بحت فيه بلايين من الشرقيين، انما لما يجي سوق جنوب يجمع بين الاحساس احساس الجنوب ليه طابع خاص طبعا، وده نعمه من عند ربنا. ربنا يدهنا يدهنا الصمدة الطبيعية مش الحبة الصمدة. أنا بحيي الحبة الصمدة، البشرة الصمدة الأصيلة. الأصيلة اللي بتحميها فضل من عند ربنا يعني الطيبة والبسمة والحنان والجدعانة وكل حاجة. طبعاً ده ما يقلش عنكم حاجة عشان ما ندرسش. شكراً لكم جميعاً، تحية للشاعر الحاضر والدائم أستاذي شاعر أوروبا الأستاذ عبد الحليم عبدين. ورحمة الله عليه العملاق بحر فرنسا. شكرا شكرا للعملاق.